السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو هو يعتبر مقدمة للفيديو اللي بعده. احنا اليوم حنتكلم، او في الفيديو هذا حنتكلم عن الامونيا، حنتبعها او نعطف عليها بفيديو ثاني اسمه اليوريا. بح اكتب معي تو الامونيا، ناخد انترودكشن عليها، نعرف خصائصها مهمة جدا. الكلام اللي بنقوله تو، الامونيا نبيك تعرف عليها انها هي توكسيك سبستنس، توكسيك سبستنس. خير يا لمين هي توكسيك سبستنس سبيشالي؟ سبيشالي تو ذا برين، يعني الدماغ ما يتحملش مركب ال شنو اسمه الامونيا، مش حتى البرين بس، خلينا نقول السنترال نيرفس سيستم، برين سباينال كورد وغيرها. بح اين تتكون؟ فورمد ان بيرفرال تيشو. بيرفرال تيشوز، بعدين تمشي للليفر. في الليفر هنا بندير لها كونفرجن ونحولها شني الى يوريا، يعني من الدم من البريفرال تيشو الى الليفر، والليفر بفضل الله تحولها لنا الى اليوريا. اليوريا نون توكسيك، هذا مهم جدا جدا جدا. سو مفروض البلد امونيا تقعد في كمية قليلة جدا، تقدر بنسبة أو بحوالي من 10 إلى 80 مايكروغرام، مايكروغرام لكل ديسيليتر، يعني لازم very low level تكون في السيركوليشن. بح معلش يا محمود، هي من وين تجينا؟ وين السورسز of أمونيا؟ نقولك بسيط جدا بسيط جدا، انت خدت جزء منهم، خدت جزء منهم، نعطيك يعني لا بأس بتذكيرك. اول حاجة ترانس دي امينيشن، العملية المشهورة للأحماض الأمينية في الميتابوليزم بتاعها، يطلعوا لك في شني؟ يطلع لك في أمونيا. ده في انزيم او في امينو اسيد اسمه الجلوتامين، خصوصا في الكدني. الجلوتامين هو يا جماعه يتحكم او يصنع، لما تتخلص منه او لما نلوح منه امونيا عشان يرجع جلوتاميت. مهمه جدا النقطه هي، فالجلوتامين والجلوتاميت بيناتهم ان اتش 3 تلعب، فتبدا في الكدني تتخلص او تلوح في الامونيا من الجلوتامين، فيعتبر الجلوتامين مصدر أمونيا. رقم ثلاثة بيورين and بايريميدين ميتابوليزم. أيض القواعد النيتروجينية والمواد البيورينية اللي هم النيتروجين بيز، البيورين والبايريميدين، سيتوسين، جوانين، ثيامين، أدينوسين، يوريدين مثلا، هذا كلهم مركبات قواعد نيتروجينية. النيتروجين يطلع على هيئة شني؟ NH3. في مركبات خلينا نسموهم هيك فاريوس، يعني عديدة، فاريوس نيتروجين كومباوند. هذا زي مني مثلا، زي مني معلش، زي المونو أمينز، المونو أمينز، زي مثلا الهستامين، وك مركبات لما نكسرها أو لما بنتخلص منها النيورو ترانزميترز كلهم، أما لما تكسرهم يطلع منهم شني؟ نيتروجين. الانتستن مصدر سيء، مش مصدر سيء، خلي لك نقوله الانتستين عيلة شوية. كيف عيلة شوية؟ شو تقول بالكلام؟ شو قصدك بالكلام؟ هو نقولك شوف،
الدايتري امينو اسيدز البكتيريا، البكتيريا الانزيم تلعب على الدايتري امينو اسيدز قبل ما جسمك حتى يستفيد منها. ما تنساش انت لما تهضم الامينو اسيدز تبدا البكتيريا حتى هي شني تنبش منها، وجسمك بيمتص الامونيا هذه اللي هي شني سموم البكتيريا. كذلك الانتستين بتطلع يوريا، او اسف اليوريا السكريتد، سكريتد ان ذا انتستين من الكبد. ما تنساش ان الكبد بعدين بتلوح اليوريا للبايل وللبول، فهي فان ذا انتستين ممكن ترجع للجسم مرة تانية بصورة شني أمونيا. بهي المصادر، إذن المصادر بسيطة جدا، إما نتكلم على ترانس دي أمينيشن، جلوتامين في الكدني لما تنحي من الانشتري، بيورين بيراميدين هذه قواعد نيتروجينية، فاريس نيتروجين كومباوند زي المونو أمينز، نيورو ترانسميترز مثلا، الانتستين إما البكتيريا والأكشن بتاعها على الامينو اسيدز الدايتري، او اليوريا اللي بنلوحها في شني اللي بنلوحها في الانتستين. ما تنساش ان لازم نحافظ على 10 الى 80 ميكرو جرام لكل ديسيليتر، فيري لو ليفل في شنو اسمه من الامونيا، وهي في العاده تصنع في البريفيرال تيشوز وتمشي للليفر ونحولها شني الى اليوريا اللي نان توكسيك. أهم حاجة الأمونيا سيئة جدا لمني للسنترال نيرفس سيستم. بح نزيدك معلومة ثانية، اكتب لي عنوان جانبي اسمه مصير الأمونيا، fate of أمونيا. مصير الأمونيا كالآتي، إما إني نصنع بها نون اسينشال امينو اسيدز فورميشن رقم واحد، فورميشن اوف نون اسينشال امينو اسيدز. كيف؟ ما تنساش عملية الترانس دي امينيشن، ترانس او حتى ترانس امينيشن، خد ان اتش 3 وركبها لالفا كيتو اسيد يطلع لك شني امينو اسيد. من الاخيرك الفا كيتو اسيد حطيت لان اتش 3، هذه امونيا ولا هاي برا صنعت انت امينو اسيد نون اسينشال. نقدر رقم اثنين فورميشن اوف ميني اوف يوريا، قلنا نقدر نصنع بها اليوريا وين في الكبد، وهذا شني حناخدوها في المحاضرة الجاية. ثالث حاجة عند، طبعا معلش اكتب لي هذه المين باث واي، المين باث واي الطريقة الرئيسية للتخلص من شني من الأمونيا، يعني نحولها إلى يوريا. ثالث حاجة نقدر نديرها مباشرة اكسكريشن ان يورين، على طول ارميها للبول. رابع حاجة نقدر نصنع formation، وهذا خليتها آخر حاجة لأن هيك بنقول لك formation of glutamine. محمود والله لا هلبة، أنت قلت لي بكري نحصلها الأمونيا من الجلوتامين، تو بتقول لي نصنع بيه الجلوتامين. يا عزيزي الجلوتامين ممكن أحد أكبر الأحماض الأمينية في جسمنا كمية. فهي عندنا إنزيم، ركز معي الكلام اللي بنقوله، هو عندي انزيم اسمه جلوتامين ساينثيز. جلوتامين ساينثيز هو هذا انزيم يوجد في الميتوكوندريا of brain and kidney، مش من الاعضاء اللي ديما تلقاهم دويتو مع بعضهم، لكنه brain and kidney. هذا باهي، وراه يوجد حتى في many tissues، لكن هذا من اللي نبي الأساسيات. باهي الجلوتامين شنو وظيفته؟ الجلوتامين
شوف معاي بندي لك هيكي جلو تامين وهي، وشوف قديش بنطلع لك منها حاجة. أول حاجة نديرهم هيكي 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 مثلا. نقدر بفضل الجلوتامين اني يعني ندير ريجوليشن regulation of acid base balance of acid slash base balance. اللقطة هي عن طريق ان ما تنساش الجلوتامات لما نكسر منها ال NH3 يطلع شني، يطلع جلوتامات. الجلوتامين لما نكسر منه NH3 يرجع جلوتامات، جلوتامات حامضي والجلوتامين متعادل. اللقطة هي نقدر نعدل بيها ان يعني نتخلص من كمية الأحماض الزائدة عن طريق ان يعني نشحلها أمونيا ونتخلص من أو نحافظ عليه pH منتظم. لو ما فهمتهاش النقطة نقولك الجلوتامات أسيد لما يتحول بال NH3 يولي جلوتامين. لو في هلبة بي اتش في القاعدة، لو في البي اتش واطي هلبة يعني هلبة أحماض، حول هذا إلى هذا وتخلصت أنت من شن اسمه من NH3. على السيرة نقدر ندير ريموف اوف توكسيك افكت، توكسيك افكت اوف امونيا ان برين. هذا علشان انا خطيت لك هيك. ما تنساش ان الامونيا زائد الجلوتامات تعطيني جلوتامين. شكرا جلوتامين، نقصت الانتوكسيكيشن. هذا كلام مكرر. ثالث حاجة source of N9 و N3 of purine base. لو تتفكروا chemistry متاع البيورين والبيريميدين، كنا رقم 3 ورقم 9 نيتروجينات في التركيبة أو السلسلة متاع البيورين، القاعدة النيتروجينية اللي هو الجلوتامين الجوانين والأدينين، كنا نصنع فيهم من وين؟ نصنع فيهم من الجلوتامين يعطيني النيتروجينات متاعهم. شكرا. كذلك آخر حاجة ديتوكسيفيكيشن، هذه أقل يعني ديتوكسيفيكيشن، إزالة السمية أوف فينايل أسيتك أسيد. فينال أسيتك أسيد هذا مركب سام جسمك يتخلص منه عن طريق أن الجلوتامين يعطي النيتروجينات بتاعه إلى هذا المركب، وصلى اللهم وبارك. إذا regulation of acid base شكرا للجلوتامين، removal of toxic effect بتاع الأمونيا عن طريق أن الجلوتامات ياخدها يولي جلوتامين، الجلوتامين يعطي مصدر لل N3 و N9 في البيورين، وديتوكسيفيكيشن اوف فينايل اسيتيك اسيد. كل هذه الوظائف لو جاتك في ام سي كيو حتجيك اول اوف ابوف. وانا طبعا ما نحبش نشرح على اساس ان هذه تجيك في الامتحان وهذا لا لا، نعطيك نشرح لك كدكتور يعني كانسان يكون فاهم الماده، مش خاش باش يجاوب الامتحان. تمام، هيك نكون كملت الفيديو بتاعي في ربع ساعه، ده على اساس قصير. نتلاقوا في الفيديو الجاي إن شاء الله اللي هو اليوريا، يعني فيديو في غاية في الأهمية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.